مشاهدينا اهلا بكم، وهذه الحلقه من مؤشر النيله نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء البورصه التي تراجعت مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصه بنسبه 62% ليسجل 10911 نقطه، وتراجع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 46%، وامتدت موجه التراجعات الى مؤشر اي جي اكس المئوي بنسبه 64%. هذا وقد تراجع رأس المال السوقي بنحو 3.4 مليار جنيه ليغلق عند 616.7 مليار جنيه، وسط تداولات إجمالية بلغت 1.9 مليار جنيه، والتفاصيل في التقرير. لكن في البداية سأرحب بضيفة الحلقة خبيرة أسواق المال الأستاذة مريان عزمي. أهلا بك يا أستاذة مريان. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع مشاهدينا. أهلا فندم. كالمعتاد سنشاهد التقرير ثم نعود لبدء الحوار. مشاهدينا إلى التقرير. بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي نهاية تداولات الخميس آخر جلسات الأسبوع، في حين مال المصريون والعرب نحو الشراء. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة اي جي اكس 30 بنسبة 0.62% ليسجل 10911 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 0.46%. وامتدت موجة التراجعات إلى مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64%، وخسر رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند 616.7 مليار جنيه، وسط تداولات إجمالية بلغت نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك بعد تداول على 410 ملايين سهم من 46 ألف صفقة منفذة، ومال صافي تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي بلغ 5 ملايين جنيه، كما مال العرب نحو الشراء أيضا بصافي بلغ 131 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي بلغ 6 ملايين جنيه. وخلال التداولات ارتفعت أسهم 62 شركة من أصل 188 شركة، بينما انخفض 108، فيما لم تتغير أسهم 18 شركة. اهلا بحضراتكم مره اخرى، واهلا مره اخرى بالاستاذه مريان عزمي. استاذه مريان، بعد جلستين متتاليتين من الارتفاعات الجماعيه بتقوم المؤشرات اليوم بانخفاض جماعي ايضا، هل كان هذا الانخفاض متوقعا وما هي اسبابه؟ هو الانخفاض متوقع لان ببساطه جدا احنا في فتره عرضيه، فما فيش ارتفاعات قويه هتكون موجوده الفتره دي، فده معناه ان احنا هنمشي في حركه عرضيه حتى مستوى 11200 تقريبا. فإذا كنا هنشوف بعض الجلسات فيها لون أخضر وارتفاعات، فلازم يكون في جني أرباح أو ما يسمى بجني أرباح بسيط. الفترة دي مش هينفع يكون في ارتفاعات قوية أو نتخطى حاجز ال 11200 بسهولة لمستوى ال 12000 إن شاء الله، بس يعني عشان نتخطى محتاج عدة حاجات، ولسه السوق ما عندوش هذا القدر من النشاط او الاستيعاب علشان يقدر يعدي بينا مستوى 11200. يعني على ذكر هذه الفتره الحقيقه لها سمات خاصه بشهدنا على ارض الواقع انتعاشه كبيره في البورصه المصريه. اسباب هذه الانتعاشه في الاونه الاخيره يا استاذه مريان؟ قبل ما هنقول الانتعاشه، ايه اللي كان حاصل قبل الفتره دي؟ الانتعاشة ما هي إلا ارتدادة للهبوط القوي اللي كان حصل في البورصة المصرية نتيجة بعض المخاوف اللي كانت بتحيط بالوضع، سواء كان الداخلي اللي يتعلق بالأخص بليبيا والأحداث اللي حصلت بعد كورونا عالميا. فمنطقي جدا أن بعد ما حصل نوع من أنواع الاستقرار ونوع من أنواع التفاؤل والوضع تقريبا نقدر نقول بقى في ايدين السلطات المصرية او في الجيش المصري في ليبيا تحديدا، فحصل نوع من انواع الثقة مرة اخرى في، او خلاص نسينا المخاوف اللي موجودة تخص ليبيا. نعم. فطبيعي جدا لازم يحصل اعادة لهذه الارتفاعات او ما يسمى بالارتفاعات، انا بسميها الارتدادة الى اعلى للوضع الطبيعي اي فيما قبل المخاوف دي. نعم. طب خلينا نقول لك برضو ان هناك بعض قرارات من المنطقي ان يكون لها تاثير ايجابي على البورصه، على سبيل المثال قرار الغاء شهادات الاستثمار ذات العائد ال 15%، اكيد القرار ده له يعني تاثير مباشر على ضخ السيوله في البورصه.
من وجهة نظري الشخصية ان هو ملهوش علاقة لسبب بسيط، لان مستثمر البورصة مش هو مستثمر اللي عندوش اي نوع من انواع المخاطرة اللي بنسميه مودعي الاموال في البنوك، ده نوع مختلف من المستثمرين، ده بيدور على عائد خالي من المخاطر وده بيدور على نسبة مخاطر تعتبر عالية في سوق البورصة. القرار بتاع ال 15% والفايدة اللي بنسبة 15% اعتقد ان هو هيخص المستثمرين قصيري الاجل اللي بيدوروا على انهم يعملوا حاجة بسيطة كده بسرعة ويرجعوا تاني ويحطوا بقية العائد بتاعها في شهادات، وده مش النوع المفضل دخوله للبورصة باي صورة من الصور، لان ده بيعتبر نوع من انواع المضاربة السريعة اللي بتؤدي الى مشاكل، فهو خسر هنا لانه محتاج انه يخرج الفلوس بسرعة في البورصة وفي نفس الوقت ملحقش الشهادات الجديدة اللي هتنزل او يربط الودايع بتاعته في شهادات تاني ذات عائد آمن. نعم، طب هناك أيضا بعض الأخبار الأخرى اللي أكيد من شأنها يعني أن يكون لها تأثير إيجابي على البورصة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام وذلك تشجيعا للمصدرين. تأثير مثل هذا القرار أو هذا الخبر على الاقتصاد والبورصة يعني بوجه خاص؟ هو الخبر ده في حد ذاته قوي جدا، لأن إحنا شفنا منذ بداية العام إن كانت في مشكلة أو جائحة كورونا والآثار الاقتصادية اللي ترتبت عليها ووقف التصدير لدول كتير جدا، فكل الشركات اللي بتعتمد بنسبة أكتر من 50% في مبيعاتها أو في أرباحها على التصدير تضررت بشكل مباشر. نعم. فكان من المنطق أن يتم تعويضها أو مش تعويضها تسهيلا شوية للأمور عليها. إحنا عارفين أن في حاجات في الدولة بتدعم الصادرات فبتديهم جزء يعني بيرد لهم الفلوس، الفلوس دي اتردت تقريبا بنسب مش قليلة أو بنسب جيدة جدا في خلال شهر 4 و5 و6 الماضيين. فهنا لما نرجع نقول ان طبعا لسه الصادرات ما اشتغلتش بصورة قوية وخصوصا للدول الأوروبية في لسه الصادرات مش بأحسن حال ومش هتكون بأحسن حال لغاية نقدر نقول شهر فبراير القادم، فده قرار جيد جدا ان يكون نوع من أنواع التعويض أو تسهيل السيولة، اني احط سيولة مع الشركات المصدرة باني ارجع لها بقية استحقاقاتها اللي كانت في بعض الأحيان بتوصل لسنة أو اتنين بتتأخر عند الحكومة. طيب أطراف البورصة الثلاثة مصريون وعرب وأجانب، مصريون وعرب اتجهوا نحو الشراء لكن الطرف الأجنبي اتجه نحو البيع، وهذا السلوك الحقيقة بقاله مدة يعني ما تغيرش، وده مقلق شوية. يعني هو للأسف دي نقطة نخلي بالنا منها. أولا أنا لازم أبقى فاهم كويس قوي أني البورصات الأوروبية والأمريكية فيها نسبة تراجعات مش قليلة، فمنطقي جدا ان يحصل عندي الاجانب بتخرج من هنا لما عملوا نسبة ارباح جيدة من ساعة ما ارتفعنا من 9,500 تقريبا لغاية مستوى 11,000، فدي نسبة ارباح جيدة مقارنة باللي بيحصل هناك علشان خاطر عوض الخسائر اللي هناك. ده بنسبة مش قليل او ده نقدر نقول 50-60% من التوقع بتاعنا، لكن يهمني برضو اني احط نسبة تانية وأكون متحفظة فيها قوي أن في عندي بعض القلائل اللي في الاقتصاد الأمريكي وده مش مطمئن. طبعا أنا داخل على مرحلة خلاص الانتخابات الأمريكية وداخل على هبوط ذهب وهبوط وكمان عندي هبوط ذهب وعندي هبوط بترول وهبوط بورصات، فدي 3 نقاط بتستدعي أني أرفع نسبة الحذر في محافظي وما يعني ما اكونش عالي المخاطره، خلي نعم. مخاطرتي الفتره دي قليله شويه. نعم. تحسبا لاي مشاكل. نعم. طب لو تحدثنا عن اداء القطاعات، القطاع المتصدر، قطاع الموارد الاساسيه، قطاع العقارات جاء في المرتبه الثانيه. قطاع العقارات انا عاجبني جدا وشايفه ان قطاع العقارات هيكون حصان جامح مش بس حصان اسود في خلال عام 21. قطاع الموارد الأساسية هو من المنطقي ان هو ده الأكثر قطاع شغال في الفترة الحالية، فالنشاط الاقتصادي بتاعه قوي جدا وهينعكس على أداء أسهمه بالبورصة. هرجع تاني لقطاع العقارات، السؤال البديهي اللي هيكون عند كل المستثمرين في الوقت الحالي، طب قطاع العقارات أساسا في حالة ركود في الوقت الحالي، العرض أكتر كتير من الطلب، مفيش سيولة قوية مع المصريين علشان نقدر نشتري بيها عقارات جديدة، فبناء على ايه عقارات يعني هيبقى فيها نشاط؟ انا شايفة ان في بعض القرارات الداخلية
اللي بتحصل على مستوى الاقتصاد الكلي او على مستوى السياسه المصريه اللي بتصلح البيت الداخلي لقطاع العقارات. نعم. منها تراخيص البناء، وقف تراخيص البناء في بعض المدن الكبرى والمحافظات، منها كمان التصالحات وتقنين المخالفات. فبالتالي انا شايفه ان ولسه في قرارات تانية أتوقع شخصيا أنها هتكون موجودة على الصعيد المحلي في خلال الربع الأول من عام 2021. فهنا يخليني أقول أن ترتيب البيت أو رؤية الحكومة أن القطاع ده تحت المنظار في الوقت الحالي وبرتبه علشان هيكون تمهيد لي انطلاقه جيده. طب ده بياخدني لقطاع اخر الحقيقه هو تحت المنظار في هذه الاونه، وانا متوقع ايضا على حد تعبيرك ان يكون حصان رابح، قطاع المنسوجات. وخلينا نتكلم في هذا السياق على بالتحديد صفقه النيل لحليج الاقطاب. قطاع المنسوجات هو من القطاعات الذهبيه في السوق المصريه، ولكن للاسف ما بيتمش استخدامها بصوره فعاله من قبل اصحاب شركات قطاع الغزل والنسيج. انا عندي في مميزات قويه جدا، أحدهم على سبيل المثال اتفاقية كويز. في كتير من الشركات مش عارفة تستفيد من الاتفاقيات دي ومش عارفين يعملوا أرباح جيدة جدا. وميزة القطاع ده إنه كثيف العمالة، يعني بيقدر يحرك النشاط الاقتصادي بصورة قوية جدا، والدولة بتدعمه بصورة قوية جدا، وعندي كتير من الاتفاقيات اللي بتخليني أصدر لدول العالم، وخصوصا بعد تراجع صادرات الصين وبنجلاديش في قطاع المنسوجات لدول أوروبا وأمريكا. فأنا قدامي فرصة قوية جدا أنا كمصر قطاع الغزل والنسيج إني أدخل في القطاع ده بقوة جدا. نعم. صفقة النيل لحليج الأقطان هي من الصفقات المحزنة، أو مش يعني من الأسهم اللي أحزنت كتير من المصريين على مدار نقدر نقول 10 سنين اللي فاتوا، ماشي؟ لأن طبعا الجيم اللي حصل فيها والأثار السيئة اللي حصلت خلت كتير قوي من المستثمرين، صغار المستثمرين محبوسين، ومش من الجيد أني أفضل حابس المستثمرين الصغيرين بنسبة كبيرة، لأن ده طبيعي جدا هيأثر على النشاط الحراك بتاع سوق المال. الصفقة دي ليها أطراف، الأطراف الأجنبية والأطراف المحلية، وأنا باخد قرار في الصفقة دي بتمنى من المسؤولين اني اراعي كلاهما، لاني عندي الطرف الاجنبي هو مستثمر مهم جدا، وانا عايز اعمل جذب استثمارات، فانا عايز ادي انسنتيفز او محفزات علشان يستمر معايا في قطاعات اخرى علشان ما يدينيش علامه سيئه، وده انا شايفه ان الحكومه بتراعي ده تمام، بس محتاجين مراعيه اكتر. والقطاع الثاني المهم عندي المستثمر المصري اللي محبوس في السهم ده بقاله سنين، انا يهمني ان يتم تعويضه بصوره جيده. نعم. عشان ما ياخدش الفلوس ويخرج بيها بره سوق المال، لا يرجع يضخها تاني لما يلاقي عندي ان هو تم تعويضه. طب خلينا نتكلم، نعم خلينا نتكلم على فلوس بقى سوق المال النهارده. حجم السيوله النهارده كان مرتفع ارتفاع ملحوظ، الحجم الكلي 1.9 مليار جنيه، كيف تري حجم هذه التداولات؟ التداول ده مع خروج أجانب بيخليني أرجع تاني وأقول ياريت نبقى حذرين، ياريت نبقى حذرين مع خروج الأجانب، مع خروج الأجانب أو مع مبيعات الأجانب. مش هقول خروج، هقول مبيعات الأجانب، لأني أرجع تاني وأقول أني أنا عندي الأسهم اللي بتشتغل في الوقت الحالي وعاملة عائد جيد جدا هي أسهم المضاربات. هي ده في حد ذاته شيء كويس، مش شيء وحش، مش شايفاه علامة خطر، بس العلامة اللي مش أو اللي أتخوف منها واللي تخليني أرفع نسبة المخاطرة في السوق في الفترة الحالية هي إن السوق العالمي فيه بعض القلائل، وإني بناء عليه الأجانب بيسحبوا شوية من سيولتهم أو من محافظهم الموجودين هنا علشان يعوضوا في بعض الأماكن الأخرى، فده ممكن يبقى تلميح ل بعضا من التراجعات تاني. فما يفضلش ان نعم. اكون كل اسهمي مخاطره. يمكن على ذكر التراجعات، عدد من الاسهم القياديه شهد تراجع ملحوظ الحقيقه النهارده، كيف يعني تقيمي اداء هذه الاسهم؟ ما هو احنا ماشيين في سياق واحد، ماشي، الاسهم القياديه اللي بيفضل التعامل فيها هم مش المصريين اللي بيتعاملوا بطويل الاجل، لا هم الاجانب والمؤسسات الماليه اللي شايفه ان السوق
في بعض التغيرات، تمام، طويلة الأجل، متوسطة وطويلة الأجل. السوق المصري هيشهد انتعاشة قوية جدا إن شاء الله، بس قبل ما نشوف الانتعاشة دي لازم يكون في تحوط. إذا كنا من المستثمرين طويلي الأجل فأنا ما عنديش مشكلة، ماشي، لكن أنا بخاطب بالدرجة الأولى المستثمر قصير الأجل اللي دلوقتي الأسهم بتاعت إي جي إكس 70 و100 هي اللي عاملة معاه عائد جيد جدا وفرحان بيها قوي، بس انا اخاف من لحظه غدر، فعشان كده انا مش حابه ان معظم المستثمرين يكون معظم فلوسهم في اسهم نعم. ذات مخاطره. طب يعني لو تحدثنا او رجعنا تاني للمؤشر السبعيني، يعني الكثير من المحللين بيروا ان هذا المؤشر في المستقبل القريب هي هيقفز قفزه كبيره، انت مع هذه الرؤيه؟ طبعا، لان المؤشر ده سواء ان كان السبعيني او الثلاثيني الاثنين لازم هيقفزوا قفزه كبيره هم جدا، بيخصوا السبعيني على وجه التحديد. لان معظم اسهمه اولا تعبت قوي والضغط عليها كتير قوي، ثانيا هي حركتها اسرع، واللي بيتعامل فيها هم المستثمرين اللي بتفضل انها ما تحتفظش كتير بالاسهم فبتبيع وتشتري اسرع، فبالتالي الراوند بتاعها بتكون احسن. فبالتالي لما يكون عندي بعض الاخبار خصوصا ان في تحركات على السهم ده او ما شابه، او في بعض تعاملات من هنا او هناك او بعض الصفقات، فبالتالي سهل جدا ان السيوله تتحرك من الاسهم ديت، فبالتالي المؤشر بتاع السبعين هيطلع، فهو في كل احواله لازم هيطلع، نعم، بس ان يكون برضو حذر شويه. نعم. طب خلينا نتكلم عن سعر الدولار امام الجنيه. الدولار بيواصل الخسائر امام الجنيه. النهارده سعر الشراء 15 جنيه و69 قرش والبيع 15 جنيه و79 قرش. كيف يعني ترى اداء الدولار امام الجنيه؟ هو ارجع وهقول ان الدولار بيعكس الاقتصاد بتاعه، الاقتصاد الامريكي. انا مش شايفه ان الاقتصاد الامريكي في افضل حالاته، شايفه ان في ركود، فطبيعي جدا ان الدولار هيخسر شويه من قوته قصاد كل العملات مش بس قصاد الجنيه المصري. لكن لو جينا نبص بصوره دقيقه جدا على الاداء في قصاد الجنيه المصري هنلاقي ان نسبه التراجعات ما هياش حاده قوي، يعني احنا بنتكلم في ما يقترب من 10 قروش صعودا وهبوطا، دي الحركه اللي احنا بنتعامل فيها، نقدر نقول عليه في القصير الاجل شبه ثبات، بس ما اتوقعش انه هيقعد كده. بس الحقيقه احنا بقى لنا مده مده يعني على هذا الشان، وتحسن مستمر في سعر الدولار امام الجنيه او سعر الجنيه سعر امام الجنيه قصاد الدولار. نعم، ده بقى لنا مده الحقيقه، ما هو مش قصيره. بالظبط، وده في حد ذاته نقطه بتؤكد اني انا عندي بعض التخوف من الاقتصاد الامريكي، وفي نفس الوقت ثبات في مائل الى الصعود في الاقتصاد المصري، فده اللي مخلي الجنيه محافظ على مكانه والدولار هو اللي بينزل قصاد الجنيه والعملات. طب استاذه مريانه، هل تتوقع ان يعني يقوم البنك المركزي في اجتماعه اليوم بتخفيض او ام رفع سعر الفائده ام تثبيتها؟ هو واضح ان المؤشرات بتقول ان في تخفيض. نعم. يعني حركه بتاعه الشهادات ذات العائد 15% دي بتنبئ ان في تخفيض، ولكن انا كنت شخصيا افضل ان يكون في تثبيت لسعر الفايده في الوقت الحالي، لان انا ما زال عندي بعض القدرات الماليه اللي محتاجه استوعبها في السوق المصري، وعندي بعض القرارات المحليه اللي اثرت على اداء الاقتصاد المصري في خلال الفتره اللي فاتت، فده بيخلي حركه السيوله مش على افضل حال، فمحتاج ان احنا نستوعبها علشان نقدر نعمل قفزات مره تاني. نعم. او نخفض مره تاني. نعم. الاستاذه مريان عزمي خبيره اسواق المال كنت معنا في هذه الحلقه من مؤشر النيل، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا انتهت حلقة اليوم من مؤشر النيل، يوم الأحد بإذن الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد، فإلى اللقاء. شكرا.